موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أعلن رئيس المجلس العسكري صبرات الطاهر الغرابلي رفضه لنتائج اجتماع القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية برعاية النظام المصري. عزا الغرابلي في مداخلة ببرنامج الأسئلة الخمسة على قناة نبأ السبت عزا رفضه إلى انعقاد الاجتماع بدولة أجنبية تدخلت في الشؤون الأمنية لليبيا كانت منحازة لطرف معين. اتهم الغرابلي المجلس الرئاسي بعرقلة انعقاد الملتقى السابع لضباط الجيش الليبي دون ذكر أسباب واضحة، مشددا على أن الاجتماع يجب أن يكون داخل ليبيا. قال نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سولفيان إن المجتمع الدولي سيعمل ضد كل من يسعى لزعزعة استقرار ليبيا ومعرقلي العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وشدد سولفيان لدى لقائه رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج بتونس السبت على أن اتفاق سخيرات هو الإطار الوحيد الذي يسمح بإتمام العملية السياسية في ليبيا. هذا وبحث الطرفان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات القائمة بين البلدين. أعرب السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولتوكوف عن رفض بلاده للتدخل العسكري في ليبيا. وصف مولتوكوف في تصريح لوكالة الأنباء الصينية تزويد ليبيا بالسلاح في الوقت الحاضر بالخطير. أضاف أن رفع الحظر عن تسليح ليبيا مرتبط بتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الأطراف الليبية كافة. ونفى السفير الروسي تزويد بلاده لأي طرف ليبي بالسلاح بما في ذلك خليفة حفتر الذي أعرب عن أمله في الحصول على سلاح من موسكو. دعا الرئيس الغيني ألفا كوندي السلطات الليبية السبت للتحقيق فيما بات يعرف بأسواق العبيد التي كشف عنها مؤخرا تحقيق لشبكة CNN الأمريكية. طلب كوندي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات قضائية تتعلق بما وصفها بممارسة عبودية حديثة. وشدد كوندي على أن الاتحاد سيستخدم كافة الأدوات المتاحة له في منع تجدد مثل هذه الأحداث. ختام الموجز إلى اللقاء.